حروب الظل بين إسرائيل وإيران تدخل مرحلة أشد خطورة، لكن هل تصل إلى المواجهة المباشرة؟ إيران مالت لانتهاج سياسة الحرب بالوكالة عبر أذرعها في المنطقة، لكن مع استمرار الحرب في غزة واتساع حدتها جاء اغتيال قائد عمليات فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، مؤشراً على انتقال الحرب لمعركة أعنف بحسب موقع أكسيوس. كونها المرة الأولى التي يتم خلالها استهداف أراضٍ إيرانية بشكل مباشر متمثلة في قنصليتها بدمشق، وتسفر عن مقتل ضابطٍ يعد الأكبر في الحرس الثوري الذي يتم اغتياله بعد قاسم سليماني. منذ حرب غزة كان هناك تحولٌ في نهج الاغتيالات الإسرائيلية، إذ إنها ركزت على القادة الإيرانيين رفيعي المستوى، أبرزهم محمد هادي حاجي رحيمي نائب قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، صادق أميد زاده ضابط رفيع المستوى في استخبارات فيلق القدس في سوريا، سعيد علي دادي مستشار كبير بالحرس الثوري الإيراني، رضي موسوي أحد أقدم مستشار الحرس الثوري في سوريا. واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين إقليميين قولهم إن هجوم دمشق الأخير سيدفع إيران إلى تغيير حساباتها والرد مباشرة، ما سيفجر صراعات جديدة تشمل دولاً أخرى. إذا امتنعت إيران عن الرد على الهجوم الأخير فذلك يعني وفق مراقبين تقويضاً لقوتها وجعل ضربها أمراً سهلاً، وفي الوقت نفسه ردها سيعني الوقوع في فخ الحرب المباشرة التي لا تريدها طهران. الأيام المقبلة ستظهر إلى أي خيار ستتجه إيران.